أحد الأخوة يقول: هل الإقامة في صلاة القضاء كما في الصلاة الواجبة اليومية الأدائية؟ الإقامة مستحبة، الأذان والإقامة مستحبة، سواء كانت الصلاة يومية، عفواً هو الصلاة اليومية، في الصلاة غير اليومية لا تجب، لا عفواً لا تستحب لا الأذان ولا الإقامة. الإقامة تستحب في الصلاة اليومية، يعني ظهر عصر مغرب إلى آخره، تستحب في الصلاة اليومية أداء وقضاء، سفرا وحضرا، رجل أم امرأة، الأذان والإقامة مستحبة في الصلاة اليومية أداء وقضاء. من تقضي مطلوب صلاة الأذان والإقامة مستحبة، من تريد تؤدي الصلاة في وقتها الأذان والإقامة مستحبة، مسافر أو حاضر ماكو فرق، صلي قصر أو تمام ماكو فرق، رجل أو امرأة أيضا كذلك مستحبة. أما الفرائض غير اليومية مثل صلاة الآيات صلاة الطواف فلا مشروعية لا للأذان ولا للإقامة، ما بها لا أذان ولا إقامة. النوافل، النوافل المستحبة سواء كانت الرواتب اليومية أو غيرها أيضا لا مشروعية للأذان ولا إقامة، لا بها لا أذان ولا إقامة.